السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم، من هنا من مكة المكرمة وتحديدا من شارع الهجرة. راح نتجه إلى فندق سيف المجد بشارع الهجرة، وابقوا معنا في هذه التغطية ونتمنى أن تحوز على رضاكم واستحسانكم. نشاهد شارع إبراهيم الخليل والفنادق الموجودة بشارع إبراهيم الخليل، ونحن الآن في شارع الهجرة. طبعا الجميع متجه إلى الحرم لأداء صلاة المغرب، تبقى تقريبا ساعة على أذان المغرب. راح نأخذ معكم جولة سريعة ثم نعود إلى الحرم المكي الشريف. الأبراج والفنادق وموجودة في منطقة المسفلة. ما شاء الله، نعود بالصورة للخلف لنشاهد جمال الصورة للساحات والأبراج المحيطة بالحرم المكي الشريف، ثم نتجه معكم إلى شارع الهجرة أو فندق سيف المجد بشارع الهجرة. نشاهد جمال الصورة لضيوف الرحمن مع الفنادق والأبراج والمحيطة بشارع الهجرة وشارع إبراهيم الخليل. طبعا قبل الأذان بتقريبا ربع ساعة تتحول هذه الساحات إلى مصليات، وراح نشوف المكان المناسب اللي راح نصلي فيه المغرب. هذه احد المخارج لشارع ابراهيم الخليل، وراح نواصل معكم مسير في شارع الهجرة. فندق مآثر إليت. فندق ملاك التقوى، فندق منار الهدى، فندق غلا التاج، فندق الريادة الهجرة، فندق منار الخير، أحد المخارج إلى شارع إبراهيم الخليل، فندق رواحل الهدى،
فندق مآثر الجوار. تقريبا فندق إعمار أريج. تقريبا هذا مدخل فندق سيف المجد. نعم هذا المدخل إلى فندق سيف المجد. هذه أحد الجوامع الموجودة في شارع الهجرة. فندق بيتي الذهبي. فندق الجعفرية. فندق رحاب البستان. فندق كاري الهجرة. ما شاء الله أمامنا الآن فندق كادي الهجرة. أمامنا الآن فندق سيف المجد. وهذه أحد المسارات للدائري الثاني. هذه أحد الأنفاق المؤدية للحرم المكي الشريف. راح نجربها إن شاء الله في يوم من الأيام، ما أدري وين توصلنا، لكن راح يكون لها تغطية بإذن الله. الآن أمام فندق سيف المجد ونشاهد ضيوف الرحمن خارجين تقريبا مغادرين مكة المكرمة. في أحد السلالم إلى الجبال والمنازل الشعبية راح نغطيها بإذن الله في وقت لاحق. كذلك هذه الجبال. أمامنا الآن فندق. الآن أمام الدائري الثاني، وأمامنا الآن فندق دائري المجد، وفندق ميعاد المجد، وفندق جوهرة المجد. جميعها في مكان واحد. و فندق سيف المجد أمامنا الآن. أمامنا الآن ونشاهد ضيوف الرحمن متجهين إلى الحرم المكي الشريف. تبقى تقريبا نصف ساعة على أذان المغرب ونشاهد جمال الصورة في هذا المكان لضيوف الرحمن. إلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.